بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة في تنفيذ 5 مشاريع للمياه والخدمات البيئية والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 88 مليون ريال. وأوضح فرع البيئة أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها في منطقة الباحة تبلغ 33 مشروعا تكلفتها الإجمالية تتجاوز 1 مليار ريال، وتهدف إلى توفير وترقية الخدمات المائية والبيئية في منطقة الباحة ومحافظاتها.